بالنسبة لبداية الاكسترود رح له مثلا ناقص 10 ونهاية الاكسترود 35. بداية الاكسترود ناقص 10 ونهاية الاكسترود 35. في حال قلت له نان، فبهي الحالة أنا بكون هون حصلت على ثلاثة أجسام، الجسم الأول هو البلوك، الجسم الثاني بلوك الثاني، الجسم الثالث هو الأسطوانة. الجسم الثالث هو الأسطوانة. وطبعا ثلاثة أجسام رح يكونوا منفصلين عن بعض هون. أما في حال اخترت يونيت، لاحظوا هون نشط لي أمر سيلكت بعد، عم قال لي اختار الجسم رح تلحم فيه الجسم اللي أنت حاليا عم ترسمه. بإمكاني مثلا أختار له هذا الجسم، أو بإمكاني أختار هذا الجسم، بإمكاني أختار هذا الجسم أو مثلا هذا الجسم. إذا بنلاحظ هون بإمكاني فقط أختار بدي واحد، بإمكاني ألحم فقط بجسم واحد. طب في حال مثلا بدي ألحم بالجسمين، يعني الأسطوانة اللي أنا حاليا عم أرسمها بدي ألحمها بهذا البلوك بالإضافة لهذا البلوك، قال لك بهي الحالة بما إنه أنت رح تلحم بأكثر من جسم، في عندك أمر منفصل هو اسم هذا الأمر اسمه يونيت، ورح تعرف عليه خلال الكورس. لكن أمر يونيت، أمر يونيت الموجود داخل إكسترود بإمكانك تلحم بجسم واحد. رح نقول له مثلا رح نلحم بهذا الجسم. رح نلحم بهذا الجسم ونضغط اوكي. بهي الحاله احنا هون بكون حصلنا على تو بادي، او بكون حصلنا على جسمين. الجسم الاول البادي الاول مؤلف من بلوك، عباره فقط عن بلوك، والجسم الثاني مؤلف من بلوك بالاضافه لاسطوانه. انا هون منشط سوليد بادي، فبامكان مؤشر الماوس فقط بامكانه يتعرف على الاجسام، انتقل لهي المنطقه وانتقل لهذا الجسم، اختار لي او تغير لون هذا الجسم المؤلف من البلوك بالاضافه للاسطوانه، تغير لون اللون الظاهر معنا في حال انتقلنا لهذا البلوك، تغير لون اللون الظاهر معنا في حال عملنا اخفاء لهذا البلوك. لاحظوا اختفى، تم اخفاء فقط البلوك. اما بالنسبه لهذا الجسم المؤلف من اسطوانه بالاضافه للبلوك، تم ظاهر معنا على اعتبار انه هن جسمين منفصلين عن بعضهم. طبعا بامكان ارجع انشط امر سيلكت بادي، سيلكت بادي بدل ما اختار هذا الجسم، وهو منشط امر سيلكت بادي، اضغط عليه الزر الايسر من الماوس. طبعا هذا الخيار راح يتحول لونه للون البرتقاني اللون الظاهر معنا في حال كان منشط، نختار مثلا هذا البادي ونضغط اوكي. بهي الحاله لحمل الاسطوانه مع هذا البلوك، في حال عملنا اخفاء لهذا الجسم راح يتم اخفاء فقط البلوك، اما بالنسبه للاسطوانه وللبلوك راح يتموا ظاهرين معنا على اعتبار انه هذا الجسم منفصل، منفصل عن الجسم الثاني اللي عملنا له هيك، اللي عملنا له اخفاء. هاي بالنسبة لأمر يونيت. أن أمر نان رح ينشئ لنا جسم منفصل عن الجسم الأول، بالنسبة لأمر يونيت رح يلحم لنا الجسم الأول مع الجسم اللي احنا نختاره. بالنسبة للسبتراكت، بالنسبة لأمر سبتراكت هو رح ينفذ قطع أو رح ينفذ تفريغ، رح ينفذ قطع أو رح ينفذ تفريغ. هذا الأمر بيشابه أمر اكسترود كات ببرنامج سوليد ووركس. أمر سبتراكت بيشابه أمر اكسترود كات ببرنامج سوليد ووركس. هلا رح اقول له نان اوكي، واحذف السكتش 6 بالاضافه للاكسترود 7، واعمل اخفاء من البلان 3 للاكسترود 5، اعمل له هايد ونجي لهذا السطح، نفتح سكتش ونرسم دائره حتى نشرح طريقه السبتراكت، ونستدعي امر اكسترود، نعمل ريفيرس دايركشن، نقول له بالبدايه نضغط ريسيت ريفيرس دايركشن، بداية الاكسترود صفر، نهاية الاكسترود مثلا بإمكاني أعمل مثلا ثرو أول وأختار سبتراكت، أختار طريقة السبتراكت. فبهي الحالة، بهي الحالة لاحظوا ظهر عندنا نفس الخيار سيلكت بادي، عم قال لي اختار الجسم اللي رح تقطع فيه، اختار الجسم اللي رح تقطع فيه. أنا حاليا عندي بالمشروع عندي جسم واحد، فلذلك هو تعرف عليه بشكل تلقائي، لكن في حال كان عندنا أكثر من جسم بهي الحالة المفروض أعرف له الأجسام، عفوا أعرف له الجسم اللي رح أقطع فيه. هو هون حاليا تعرف عليه بشكل تلقائي، في حال ضغط أوكي فنحن بكون حصلنا على تفريغ دائري، أو حصلنا على هول، رح نضغط أوكي، حصلنا على تفريغ بهذا الشكل، حصلنا على هول. طبعا بإمكاننا اضغط ضغطتين متكررات على اكسترود 7، بامكاني طبعا اعرف له قيمه، مثلا يبدا الاكسترود من الصفر وينهي الاكسترود مثلا عند 10، ينهي القطع عند 10. راح نحصل على النتيجه التاليه، لو قسنا مثلا المسافه من هذا السطح لهذا السطح راح تكون عندنا 10 ملي. نحذف السكتش 6 بالاضافه للاكسترود 7،
نعمل شو للأقسام اللي خفيناها، راح في البلين بالإضافة للسكتش. لاحظوا هون السكتش بيتم ظاهر معنا، السكتش اللي استخدمناه بيتم ظاهر معنا، بإمكاننا نخفيه، بإمكاننا نختار مثلا نو سيلكشن فلتر، نجي لهاي الخطوط، نجي لهاي الخطوط نعمل لها هايد، نضغط عليها بالزر الأيمن من الماوس تظهر معنا هاي النافذة ونختار هايد، وبإمكاننا من شجرة التصميم أضغط كنترول زد لحتى تظهر، حتى يظهر معنا السكتش. بإمكاني أروح لشجرة التصميم أضغط على السكتش اللي راح أخفيه، الزر الأيمن من الماوس ونضغط هايد، نضغط هايد. لاحظوا هو مجرد ما يخفيه، مجرد ما يخفيه راح يتغير لون القسم الخفيناه. لاحظوا هذا في حال مثلا عملت له شو، لاحظوا كيف راح يكون لونه أسود بهذا الشكل، أسود غامق. أما في حال عملت له هايد راح راح يتحول لونه للون الكاشف، راح يتغير لونه للون الكاشف، معناها انه نحن خفيناه. هو السكتش موجود لكن عملنا له اخفاء، السكتش موجود لكن عملنا له اخفاء. لحتى ارجع اظهره اضغط على الزر الايمن من الماوس نعمل له شو، او نروح على النافذه المخفيه اللي شرحناها سابقا من خلال اوامر 2D سكتش. راح نخفي للسكتش 4 نعمل له هايد، ونجي لهذا السكتش، نجي على هذا السطح نفتح سكتش نرسم مثلا بوليجان، ومن البوليجان نعمل اكسترود سبتراكت، يعني حاليا راح اعمل قطع وراح اعمل تفريغ بشكل البوليجان. بامكاني مثلا اقول له الستارت ثرو اول، والنهايه ثرو اول، البدايه ثرو اول والنهايه ثرو اول. اعمل لي هون اختار البادي اللي راح تقطع فيه، حل له هذا البادي بالاضافه لهذا البادي. اذا بنلاحظ هون اخترت انا ثرو اول، اخترت ثرو اول، هو بإمكاننا هون نختار هذا البادي وهذا البادي، يعني نختار مجموعة من الأجسام اللي راح نقطع فيها، نختار الأجسام بإمكاننا نختار أكثر من جسم لحتى نقطع فيه. في حال قلت له أوكي راح نحصل على هي النتيجة، راح نحصل على هي النتيجة. لاحظوا هون أنا نفذت فقط أمر إكسترود، نفذت فقط أمر إكسترود، لكن هون ظهر معي إكسترود 7 وإكسترود 8، إكسترود 7 وإكسترود 8. راح أضغط كنترول زد، أنا حاليا داخل السكتش، وأضغط إكسترود، اضغط ريسيت. بعد ما ضغط ريسيت هون في مشكله راح تظهر معنا، راح له سبتراكت، راح له سبتراكت، وعرف بدايه الاكسترود مثلا ناقص 10، القطع راح يبدا من ناقص 10، ونهايه الاكسترود راح تنتهي مثلا 35. هي القيمه حاليا، القيمه بين ناقص 10 وال 35 هي واقعه بين الجسمين، واقعه بين الجسمين. فالمفروض نحن نحصل على قطع يشكل لي القطع بهذا الجسم بالإضافة لهذا الجسم. راح يقول لي اختار الجسم راح تقطع فيه، راح اقول له هذا الجسم وهذا الجسم. لاحظوا فقط بإمكاننا نختار جسم واحد لحتى نقطع فيه، فقط بإمكاننا نختار جسم واحد لحتى نقطع فيه. نقول له اوكي، انا حاليا اخترت هذا الجسم لحتى اقطع فيه، اخترت هذا الجسم. هون رجع مثلا القيمة، أيوة بالنسبة للإند بإمكاني صفر، ما في أي مشكلة. بالنسبة للإند ناقص 10، ناقص 10. في حال أنا عرفت قيمة، برجع بعدها، في حال عرفت قيمة بهي الحالة فقط بإمكاني أختار جسم واحد. يعني أنا هون لو عرفت مثلا القيمة ناقص 10 وعرفت هون القيمة مثلا 35، لاحظوا هي القيمة بين ناقص 10 وبين 35 هي راح تكون متداخلة بين البلوك الأول أو بين الجسم الأول والجسم الثاني. لكن مع ذلك، مع ذلك عمل له عمل لي سيلكت بادي، اختار الجسم اللي راح تقطع فيه، عم اختار له هذا الجسم فقط، هو عم يتعرف على جسم واحد، مو بامكاننا نختار اكثر من جسم، فقط عمل لي اختار جسم واحد. قلت له اوكي، لاحظوا فقط نفذ القطع، فقط نفذ القطع بهذا الجسم. اما الجسم الثاني سليم، الجسم الثاني سليم ما نفذ فيه عمليه القطع، ومع ذلك عندنا هون القيمه، القيمه اللي عرفناها لنهايه الاكسترود هي داخل الجسم، هي داخل الجسم، فالمفروض هو يقطع، المفروض هو يقطع. لحتى نتغلب على هي المشكلة، لحتى نتغلب على هي المشكلة عندي أكثر من طريقة، أو عندنا طريقتين. الطريقة الأولى، أنا حاليا هون نفذت مثلا القطع بهي القيمة، رح أرجع قيمة الإند للصفر. أنا حاليا هون عملت قطع بالجسم الأول، عملت قطع بالجسم الأول، قلت له أوكي. في حال أنا رح أقطع بالجسم الثاني، في حال رح أنفذ القطع بالجسم الثاني، ارجع استدعي امر اكسترود مره تانية، راح يقول لي عرف الكيرفات راح تعمل منها اكسترود، راح نقول له هاي الخطوط البوليجان، فراح يحل لي نهايه الاكسترود وين راح تكون. راح ارجع هون الاند للصفر،
راح اقول لي نهايه الاكسترود وين راح تكون، راح اقول له مثلا عند ال 35. البولين طبعا سابتراكت القطع، يقول لي اختار الجسم اللي راح تقطع فيه، راح اقول له هذا الجسم، لاحظوا راح اقول له اوكي، وهون نفذ لي القطع للجسم الثاني، وهون شكل لي اكسترود 7 واكسترود 8، اكسترود 7 واكسترود 8. راح احذف هاي الطريقتين، اخر عمليتين نفذتهم، ادخل للسكتش رسمنا فيه البوليجان، وارجع استدعي امر اكسترود، اضغط ريسيت. لحتى اتغلب على هاي المشكلة بامكاني اختار ثرو اول، اختار ثرو اول البداية والنهاية. بعد ما اختار مثلا ثرو اول، في حال مثلا اردت اقطع بالجسمين، في حال اردت اقطع بالجسمين من نفس الامر، يعني بدل ما ارجع اعيد الامر مرة تانية، اختار سبتراكت، اختار هذا الجسم بالاضافه لهذا الجسم. لاحظوا تعرف هون على الجسمين، بعد ما تعرف هون على الجسمين ابدا مثلا القطع من قيمه، اعرف له مثلا الفوليوم يبدا مثلا من ناقص 10. في حال قلت له فاليو النهايه فاليو، او بالبدايه قبل ما اعرف له انه نهايه الاكسود راح اعرف له من خلال القيمه، راح اقول له اوكي، راح نحصل على الشكل التالي. واذا بنلاحظ هون نفذ هو عمليتين، لكن انا هون نفذ انا عمليه واحده، انا عمليا نفذت امر واحد، نفذت امر اكسترود، لكن هم شجر التصميم اللي عند انت عندك اكسترود 9 يلي هو هذا القطع، وعندك هون اكسترود 10 لهذا القطع. ارجع احذف، اضغط كنترول زد، وانا هون حاليا داخل السكتش، اضغط ريسيت، نرجع نعيد شرحها في حال مثلا ما وضحت. اختار سبتراكت، اول ما اختار سبتراكت رح له ثرو اول للستارت والاند، من بولين راح اختار سبتراكت، راح اقول له هون اختار الاجسام اللي راح تقطع فيها، راح اقول له هذا الجسم بالاضافه لهذا الجسم. في حال انا مختار ثرو اول للبدايه وللنهايه، فهو راح يتعرف على الاجسام اللي راح نقطع فيها، لكن انا هون بعد ما عرفت له انا ستارت، بعد ما عرفت له الستارت هي ثرو اول، انه يقطع بجميع الاجسام اللي راح تقابله من البدايه، جيت مثلا هون قلت له لا انا بدي اغيرها فاليا، اعرف القيمه مثلا يبدا من ناقص 10. جيت نفس الامر اتبعته بقسم الاند، عرفها من خلال القيمة، لاحظوا الغى الخيارات اللي انا كنت معرفها، او الغى الاجسام اللي انا كنت معرفها، رجعها للصفر، قلت له انا بدي تكون القيمة 35. فقال لك هون بهي الحالة انت فقط بامكانك تلحم بجسم، عفوا تقطع بجسم واحد، تقطع بجسم واحد فقط، بحق لك تقطع بجسم واحد. في حال قلت له ثرو اول بإمكانك تقطع بالأجسام الموجودة عندك، بإمكانك تقطع بالأجسام الموجودة عندك، أو بإمكانك تعدل مثلا بقيمة الستارت أو بقيمة الإند، مثلا ينهي القطع عند القيمة 35 بهذا الشكل. ولاحظوا هنا نحن استخدمنا فقط أمر واحد، لكن شجرة التصميم أظهر لي اكسترود 9 واكسترود 10، لكن انا اكسترود 10 ما نفذته، هو نفذ لك اياه بشكل تلقائي. فمعناها نحن هون لحتى نحصل على اكسترود سبتراكت، لحتى نحصل على اكسترود سبتراكت في حال مثلا اقطع بهذا الجسم بالاضافه لهذا الجسم، فالمفروض استخدم امر اكسترود مرتين، المفروض استخدم امر اكسترود مرتين. وعندي هون كمان امر منفصل، عندنا امر منفصل، عندنا هون سبتراكت حنشوفه ان شاء الله خلال الكورس، لكن بهمني انك تعرفه انه امر سبتراكت بامكانك فقط تختار جسم، فقط بامكانك تختار جسم تقطع فيه. انا حاليا داخل السكتش 6، نقول له اكسترود، نختار من بولين، نختار سبتراكت، حلو اقطع بهذا الجسم بالاضافه لهذا الجسم، قال لك هذا الامر غير مسموح، فقط بامكانك تختار جسم واحد، بامكانك تختار جسم واحد. في حال انت كنت مصر تختار الجسمين، فبهي الحاله راح تكون حصرا منشط امر ثرو اول، انه يقطع بكل يقطع بكل شيء بيلامسه. وبعد ما تختار هي الطريقه، بامكانك تختار الجسمين، تيجي تعدل يا بالستارت او بالاند، تعدل يا بالبدايه او بالنهايه. في حال جيت تعدل بالبدايه وبالنهايه، بدايه الاكسترود بنهايه الاكسترود، فهو راح يرفض يختار لك الجسمين، راح يرفض يختار لك الجسمين. وفي حال قطعت انت هون بالجسمين ثرو اول، راح هون هون راح يظهر لك شجره التصميم انه انت استخدمت امر اكسترود مرتين، نقول له اوكي، لاحظوا اكسترود 9 واكسترود 10. نفس الخطوات في حال انا استخدمت اكسترود مرتين، في حال انا استخدمت اكسترود مرتين، لاحظوا انا حاليا داخل السكتش، قلت له اكسترود، يبدا من الصفر، يبدا القطع من الصفر،
وهني عند الناقص 10 القطع الجسم اللي حاقطع فيه هو هذا الجسم. قلت له اوكي، هون نفذ لي اكسترود 9، بعدين رجعت استدعيت اكسترود. انا حاليا هم مالي داخل السكتش، انا برا السكتش. قلت له اكسترود، قال لي اختار الخطوط اللي راح تعمل منها راح تنفذ منها الاكسترود. قلت له هاي الخطوط اللي راح اعمل منها اكسترود. قلت له هون مثلا راح يبدا من الصفر وراح ينهي القطع مثلا عند 35. طبعا هون راح اقول لك سلكت، بدي اختار الجسم اللي راح تقطع فيه، راح اقول له هذا الجسم، نضغط عليه الزر الايسر من الماوس، راح نحصل على نفس النتيجة، اكسترود 9 بالاضافة لاكسترود 10. في هون ملاحظة بالنسبة للاعدادات، فيها ملاحظة بالنسبة للاعدادات قبل ما ننتقل للانترسكت، لطريقة الانترسكت. في عنا هون طريقة الانترسكت وعنا الانفيرد. قبل ما ننتقل لهدول الطريقتين، لاحظوا هون حالي انا عندي هون جسم، في عنا هون جسم، في داخله في عنا هون قطع، داخل الجسم في عنا قطع. في حال مثلا مؤشر الماوس انتقل للقطع، اذا بنلاحظ هون بشجرة التصميم، انتبهوا على شجرة التصميم في حال انتقلت للقطع، جانب الاكسترود 9، جانب الاكسترود 9 ظهر عنا اللون الازرق. فعم قال لي انه هذا القطع تم تشكيله من قبل الاكسترود 9. وبنفس الوقت في حال مثلا خليت مؤشر الماوس ينتظر او يمر من خلال البلوك بالكامل راح يتغير لونه للون الظاهر معنا، وما راح يظهر معنا القطع، ما راح يظهر معنا القطع. واذا بنلاحظ هون بنفس الوقت انا خليت مؤشر الماوس ينتقل للقطع، فاظهر لي البوليجان وكانه نحن هون ما نفذنا قطع نهائيا. طبعا هذا الامر راح يسبب لنا ازعاج، خاصة إذا كان عندنا مشروع كبير أو مثلا في عندنا مثلا بادي في أكثر من قطع، فرح يسبب لنا إزعاج هذا كتير كبير. رح نشوف هذا كيف رح نعطله، كيف بإمكاننا نعطل هذا الأمر. رح أحذف هاي الخطوات بالكامل، رح أفتح هون سكتش حتى بس أظهر لكم كيف ممكن مثلا يحصل معنا هذا الإزعاج. رح أرسم مثلا هون دائرة ونرسم هون مستطيل. ارسم هون مستطيل، ممكن هذا الامر ممكن تكون ما انتبهنا له بشكل واضح. في حال هون انا نفذت اكثر من قطع ممكن يوضح معنا الامر. محل اكسترود سبتراكت، هو راح يختار الجسم بشكل تلقائي. نعكس الاتجاه مثلا، نكتب القيمة 20 ونضغط اوكي. لاحظوا حاليا القطع اللي انا نفذته عم يتغير لونه للون الظاهر معنا، وكانه نحن هون ما نفذنا قطع نهائيا، كانه نحن هون ما نفذنا قطع نهائيا. في حال مثلا جيت هون للبلوك، البلوك بالكامل راح يتغير معنا، راح يتغير لونه للون الظاهر معنا، وراح تختفى القطوعات اللي نحن نفذناها. ففي حال نحن كان عندنا اكثر من قطع، لاحظوا هون عم خلي مؤشر الماوس ينتقل بهذا الشكل، فهذا راح يسبب لنا ازعاج، راح يسبب ازعاج للعين بشكل كثير كبير. لحتى نوقف هاي الميزة ونوقف هذا الأمر، رح نضغط كنترول وشيفت وحرف التي، كنترول وشيفت وحرف التي من لوحة المفاتيح، رح تظهر هون عنا نافذة سيلكشن بيرفيرنس. عنا أمر هايلايت أوريجينال، في حال ألغينا تنشيط هذا الأمر ضغطنا أوكي. لاحظوا فقط حاليا عم يختار السطح، فقط عم يختار الأسطح. في حال مثلا انتقلت لهذا البلوك، بالنسبة للقطوعات ما تغير لونها، بالنسبة للقطوعات ما تغير لونها. فلحتى نعطل هذا الأمر اللي كان ظاهر معنا سابقا، نضغط كنترول وشيفت وحرف التي من لوحة المفاتيح ونلغي تنشيط أمر هايلايت أوريجينال. بإمكاننا ننشط أو ننتقل لهي النافذة، نستدعي هي النافذة، يعني بدل ما نضغط على كنترول وشيفت وحرف التي نروح لمينو، وعندنا هون بيرفيرنس، ومن بيرفيرنس في عندنا هون أمر سيلكشن، أمر سيلكشن، نضغط عليه راح تفتح معنا نفس النافذة. نرجع ننشط مثلا أمر هايلايت أوريجينال، نضغط أوكي. لاحظوا القطع عنا عم يتغير لونه. طبعا ممكن هذا الأمر يكون مزعج أو ممكن يكون مستفز، أنا بكون معطل هذا الأمر، أنا بكون عم معطل هذا الأمر أثناء استخدامي للبرنامج. نضغط كنترول شيفت حرف التي، أو بإمكاننا منو بيرفيرنس سيلكشن ونضغط امر هايلايت اوريجينال، نضغط اوكي.
احذف الاكسترود 4 بالاضافة للسكتش 3. نفتح سكتش على هذا السطح، نرسم مثلا مستطيل وننتقل لحتى نشرح امر انترسيكت. مثلا نرسم مثلا مستطيل بهذا الشكل. طبعا حاليا الابعاد غير مهمة، الابعاد غير مهمة. نعمل فيليت بنصف قطر 5، نستدعي امر اكسترود، نعكس اتجاه الاكسترود بضغط على الامر ريفيرس دايركشن، بداية الاكسترود صفر، نهاية الاكسترود ثرو اول. وعندنا هون منقسم بوليان. في حال اخترت انترسيكت، عندنا هون طريقة الانترسيكت، معناه انا رح انفذ قطع، رح اعمل تفريغ او رح اعمل قطع رح اعمل تفريغ او رح اعمل قطع. لكن الاختلاف بينها وبين سبتراكت، في حال اخترت سبتراكت فهو رح يعمل قطع، لكن القطع رح يكون داخل البروفايل او داخل الكونتور اللي انا رسمه. يعني في حال انا بنشط امر سبتراكت، في حال قلت له شو ريزولت رح تكون النتيجه بهذا الشكل. اما في حال اخترنا انترسيكت فرح يكون القطع خارج الكونتور او خارج البروفايل انا رسمه. انا حاليا مختار انترسيكت، وقال لي سيلكت بادي واحد، اختار هو الجسم رح يقطع فيه بشكل تلقائي، على اعتبار احنا حاليا عندنا جسم واحد. ونالو شو ريزولت رح تكون النتيجة رح تكون النتيجة بهذا الشكل. قطع بكل شيء خارج خارج البروفايل او خارج الكونتور نحن راسمينه. احنا كنا راسمين هذا الشكل، رسمنا مستطيل واستدعينا امر فيلت، شكلنا فيلت بنصف قطر 5، هو قطع خارج كل شيء خارج المستطيل اللي رسمناه. هي بالنسبة لسبتراكت، الاختلاف بين سبتراكت وانترسيكت. سبتراكت تقطع كل شيء او بتقطع داخل البروفايل، داخل البروفايل او داخل الكونتور الراسمينه. اما بالنسبه لانترسيكت راح تقطع كل شيء خارج البروفايل او خارج الكونتور المرسوم. حلو، نالو انترسيكت، ضغطنا اوكي، راح تكون النتيجه بهذا الشكل. طبعا هون بامكاني اعمل اخفاء، بامكاني انا اعمل اخفاء لهي الخطوط. طبعا هاي الخطوط ظاهره من السكتش واحد، السكتش واحد بامكاننا نعمل لها هاي، نضغط على دولاب الماوس، عفوا بالزر الايمن، بالزر الايمن من الماوس، ونختار هاي. طبعا هذا كله شرحناه سابقا. وبامكاننا نروح لشجره التصميم، نضغط بالزر الايمن دولاب الماوس، راح تظهر عنا هاي القائمه، ونختار هاي. ونفس الامر بالنسبه لهي الخطوط، هاي عايده للسكتش السكتش الثالث. بامكاننا نضغط عليها بالزر الايمن دولاب بالزر الايمن من الماوس، ونختار هاي. او بامكاننا طبعا بضغط كنترول زد لحتى ارجع السكتش، لحتى ارجع اظهر السكتش. او بامكاننا نروح لشجره التصميم، نروح لسكتش 3، نضغط على الزر الايمن من الماوس ونختار هايد، نعمل له شو. او بامكاننا نعمل له هايد. هاي بالنسبه لانترسيكت. في عندنا هون تمرين لحتى نطبق على امر انترسيكت. حاليا عندنا هذا الجسم، لحتى احصل على هذا القطع، لحتى احصل على هذا القطع ما بزاويه معينه، فهون انا استخدمت امر انترسيكت، استخدمت امر انترسيكت. نفتح فايل جديد نيو، نشوف كيف راح نحصل على هذا الجسم. نفتح سكتش على التوب بلين. حاليا من قسم بولين تم عندنا امر واحد، امر انفيرد. بالبدايه ارسم بوليجان، نستدعي امر بوليجان. نمبر اوف سايد نعرفه 6، نصف قطر الدائرة المماسي بأضلاع البوليجان راح نعرفها 50، ونضغط انتر. طبعا هون شرحت امر بوليجان بالتفصيل من خلال اوامر 2 دي سكتش، ومعنى انه تظهر اشارة الصح جانب نصف القطر تم شرحها بالتفصيل. حاليا ناطر انه نعرف له المركز، راح نقول له المركز هو بالاورجين، ونعرف هذا القط هو راح يكون فيرتيكال بهذا الشكل، ونستدعي امر اكسترود. بالنسبة للاكسترود راح نعرفه مثلا سيمتريك بقيمة 15، يعني معناها هو رح يعمل اكسترود بالاتجاه العلوي بقيمة 15 وبالاتجاه السفلي بقيمة 15. نضغط اوكي ونفتح سكتش على هذا السطح، نفتح سكتش بهذا الشكل، ونرسم مثلا دائرة، نرسم دائرة. حاليا انا رح اعرف علاقات مثلا هاي النقطة، نقطة منتصف هذا الخط، بالاضافة للأورجين رح نعطيها علاقة horizontal alignment، بالاضافة بالاضافة لمركز الدائرة. وهي النقطة راح نعطيها علاقة vertical alignment. بالنسبة لنصف القطر، عفوا بالنسبة للقطر
بإمكاننا مثلا نعرف قيمته 50 للقطر ونعمل منه اكسترود اكسترود سبتراكت لحتى نحصل على هذا التفريغ الدائري، لحتى نحصل على التفريغ الدائري. أنا هون طلعت من السكتش، رح أرجع على السكتش، أضغط على اكسترود. هون رح نختار طبعا ثرو اول، نعكس الاتجاه واختار سبتراكت، رح تكون النتيجة بهذا الشكل. طبعا كان بإمكاني من البداية أحصل على هذا التفريغ، كان بإمكاني من البداية أحصل على هذا التفريغ، راح أحذف الإكسترود 2 وأحذف السكتش 3. أرجع أدخل للسكتش 1 لحتى أحصل على هذا التفريغ الدائري. فكان بإمكاني من البداية أرسم البوليجان، أرسم البوليجان وأرسم الدائرة بنفس السكتش. الدائرة أنا الدايمتر 50، ومن الدائرة من البوليجان راح استخدم امر اكسترود، فهو راح يعمل اكسترود للقسم الموجود بين الدائرة، بين الدائرة وبين البوليجان. نعمل اكسترود، لاحظوا عمل اكسترود للقسم الموجود بين الدائرة وبين البوليجان. نستخدم سيمتريك بقيمة 15، فمعناها المجموع الاجمالي 30، ونضغط اوكي. يعني بدل ما اعمل اكسترود للبوليجان بعدين ارجع اعمل تفريغ للشكل الدائري، فهذا بنختصره بخطوه واحده، انه بنفس السكتش ارسم البوليجان وارسم الدائره لحتى احصل على الشكل التالي. بعدين راح احصل على هذا القطع، حتى احصل على هذا القطع رسمت دائره على هذا السطح، رسمت دائره على هذا السطح، فتحت سكتش على هذا السطح، ومن الاورجين راح يكون هو مركز الدائره. طبعا الدائره الحاليه راح ارسمها راح تكون هي مماس، راح تكون مماس لاضلاع البوليجان، راح تكون مماس لاضلاع البوليجان. حاليا انا داخل السكتش راح استدعي امر اكسترود، راح اعكس اتجاه الاكسترود ريفرس دايركشن، والبدايه راح تكون صفر، بالنسبه لنهايه الاكسترود راح نقول له ثرو اول. لكن من البولين راح اختار سبتراكت، عفوا راح اختار انترسكت، فهو حاليا راح يقطع كل شيء خارج الدائره، خارج الدائره رسمناها. لو ضغطت على شو ريزولت لحظة راح تكون النتيجة بهذا الشكل، لكن أنا ما هذا الشكل، مو هذا الشكل المطلوب. أنا بدي أحصل على هذا، راح أحصل على هذا الشكل، راح أحصل على راح أحصل على هذا الميل. لحتى أحصل على هذا الميل أميل هاي الأسطح، فأنا هون رسمت دائرة واستخدمت إكسترود ونشطنا من بولن إنترسكت، ولنهاية الإكسترود نشطنا طريقة السرول. سرول يعني هو راح يقطع كل شيء راح يواجهه، راح يقطع كل شيء راح يلامسه. وهون راح ننشط امر درافت، راح ننشط امر درافت، راح نقول له درافت فروم ستارت ليميت، راح نعرف الزاويه من بدايه الاكسترود. بالنسبه للزاويه راح نقول له هي ناقص 30، راح نقول له الزاويه هي ناقص 30. لو ضغطنا شو ريزولت راح تكون النتيجه بهذا الشكل، وهو الشكل المطلوب. لاحظوا بالنسبه لهذا الشكل هو نفسه الشكل حاليا حصلنا عليه. رح ارجع اعيد نفس الخطوات بالنسبه للقسم الثاني، رح نقول له حاليا اوكي، وننتقل لهذا للطرف الثاني. نفتح سكتش على هذا السطح، نفتح سكتش على هذا السطح. حاليا رح ارسم دائره، رح ارسم دائره مركزها من الاورجين، مركزها من الاورجين ومماس لاضلاع البوليجان. انا اساسا كانت الدائره موجوده عندي، انا رسمت الدائره، فبهي الحاله بامكاني استخدم امر بروجكت كيرف، امر بروجكت كيرف. وننسخ هاي الدائره، نضغط على دولاب الماوس لحتى تتم الموافقة على الأمر. لاحظوا رسم لي الدائرة على هذا السطح، ونستخدم إكسترود، نعكس اتجاه الإكسترود، وطبعا بالنسبة لنهاية الإكسترود نختار ثرو أول. هو أساسا راح نشط ثرو أول، راح يقطع بكل الجسم. نختار إنترسكت، نختار إنترسكت. في حال ضغط على شو ريزولت راح تكون النتيجة بهذا الشكل، تكون النتيجة بهذا الشكل. هو مجرد ما نشط امر انترسكت فهو راح يقطع كل شيء، راح يقطع كل شيء خارج الدائرة، خارج الدائرة. لكن انا هون لحتى احصل على هذا السطح، زاوية ميل هذا السطح، فراح ننشط هون امر درافت، نقول له فروم ستارت ليميت، فروم ستارت ليميت. وبالنسبة للزاوية قلنا له هي ناقص 30. في حال ضغط على شو ريزولت راح نحصل على الشكل التالي، رح نقول له اوكي، ويكون حصلنا على هذا الجسم باستخدام امر اكسترود، باستخدام امر اكسترود، باستخدام امر اكسترود انترسكت، وعرفنا ميل الاسطح هي ناقص 30.
نحذف السكتش 3 ونحذف الاكسترود 4 وننتقل للانفير. نفتح سكتش على هذا السطح، نضغط على السكتش ونختار هذا السطح، نضغط اوكي.